السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بصوا، احنا طالعين فيديو كده في السريع في السريع في السريع عشان حبايبنا الطلبة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الطلبة جماعة بيروحوا البلاد ويبقوا متغربين من اهاليهم. فايه عاملة ايه الفيديو بتاع الكبدة ده عشان ينفع عيالي وينفع عيال غيري يعني، وحاجة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت حلوة، عشان العيال لما بيسافروا ويروحوا الكليات بتاعتهم بيبقوا عايشين يعني على الهمبرجر اللي بيتقلي والفراخ اللي بتتقلي. طبعا انا معايا ايه دي راستوم، انا مقشراها مش كبيرة، ومعايا نص كيلو كبدة، ومعايا ايه ربع كيلو فلفل اخضر. ما هو نص كيلو الكبدة عليه فلفل اخضر، ولا انتوا عايزينه بارد حراق براحتكم. انا ايه ده حراق، خدت ايه 3 قرون صغيرين بالبذر بتاعهم، عشان البذر بتاعهم هو اللي بيدي حرارة. هضربهم في الايه في الكبه وانعمهم. عندك هون ربنا يبارك لك، عندك كبه اشتغلي كده. هاخد نص الكميه بتاعت الثوم بتاعتي، وايه هضربها كده في الكبده بتاعتي، هقلبها وهجيب ايه ليمونايه كده، وهسيب الكبده زي 10 دقايق 5 دقايق مش كتير يعني، في التتبيله بتاعتها اللي هي الحلوه دي. والروايح بقى ما اقولكمش بقى كده. ايه هنقلب الكبده بتاعتنا كويس. طبعا ده فيديو 7 دقايق في السريع، حطي اللايك قبل ما ايه قبل ما تنسي ماشي. ومعايا بنتي اللي بتصورني عماله تلعب في الاضاءه، معلش استحملوها كده. هقلب الايه الخلطه اللي انا حطيتها دي، الفلفل الاخضر والثوم والليمون، وهركنها. وهنروح ايه على البوتاجاز نشوف احنا هنعمل ايه في بقيه الثوم وشويه الفلفل الرومي اللي احنا مقطعينهم. هتحطي الطاسه، تحطي جريلا اللي عندك حطيه حطيه، وهتحطي شويه زيت حلوين لان الكبده بتحب الزيت. وهتخلي ايه الطاسه او الجريلا بتاعتك تسخن يعني تسخن تسخن يعني كده. سخنت معايا واروح اجيب الفلفل بتاعي اهو، نكب الفلفل بتاعنا. طبعا الفلفل دوت ايه حطيتيه لي في الاول يا نور عشان يدبل، عشان ما يديش القرشه ديت، عشان الكبده بتاعتنا ما ايه ما تاخدش سوا معانا كده. قلبته كويس ودبل معايا شويه، هحط ايه الثوم بقيه الثوم بتاعنا. وشموا بقى الروايح، شموا الكبده. اول حاجه ما بتتغسلش يا جماعه وما بتاخدش معانا خل ماشي، هي ليمونه حلوه نعمه وفضل كده. هنقلب الخلطه بتاعتنا دي، كبده اسكندراني وانا اللي مقطعه الكبده على فكره يا جماعه. انا اول مره اقطعها بالطريقه دي، كنت بقطعها كبيره شويه، ما كانوش بيرضوا وكانوا بيعترضوا. المره دي والله العظيم قعدوا يحلفوا ان دي احلى من بتاعه بره كمان، لان دي يا جماعه دي كبده بلدي. انا جايبه النص كيلو ده ب65 جنيه، احنا لما روحنا جبنا سندوتشات يعني انا وحماده ابني بناكله ب50 جنيه، وبتبقى كبده مستورده. شوف البيت كله كل ب65 جنيه. طبعا هقلبها، لسه كنت قايله لهم الكلام ده على فكره، وقلت اقوله لكم انتوا كمان كده. هنقلب الكبده ببعضيها. بصوا ما شاء الله، ولا جابت ميه ولا جابت اي حاجه. انا مشغله الكاميرا، وال7 دقايق هم بتوع التحضير، هم بتوع الفيديو. ما قفلتش الكاميرا ولا اي حاجه، حاجه في السريع. قلت برضو عشان تبقى مرجع لاي شاب او شابه موجودين في الكليات بتاعتهم متغربين يعملوها، حتى لو كانت كبده مستورد كده. هجيب الايه البهارات بتاعتي اللي انا هبهرها بيها. البهارات بتاعتنا بتاخد ايه، بتاخد كزبره، كزبره ناشفه، وكمون، وملح وفلفل اسود بس. اكتر من كده ما تحطيش على الكبده لما تكون بلدي، تبقى كزبره كمون فلفل اسود ملح بس. وهقلبها كده. طبعا الكبده دي انا بحب اعملها كتير، لان طبعا عشان موضوع الانيميا وكده بتبقى فيها فايده كتير، وبتبقى سريعه وسندوتشات وبتفرح يعني في نفس الوقت، وحاجه سريعه والله ما خدت. ما بقول لكم ال7 دقايق هم بتوع الفيديو، هم بتوع التحضير
بس طبعا بعد ما 7 دقايق دول على البوتاجاز. لكن طبعا قطعت الفلفل، قطعت الكبده، قشرت الثوم، ده بره ال7 دقايق. ايوه، واللي وصلت لغايه هنا ما تنسوش تصلي على رسول الله في الفيديو السريع ده برضو. ماشي، حطي اللايك بقى وانت فاكره. ماشي كده، هي خلصت معانا، مش هتاخد اي حاجه، خلاص كده حلوه نعمه وفضل، وبقت لوز العنب. يلا بينا بقى نشوف ايه. انا هاكل السندوتش بتاع الكبده ده ازاي، بانهي طريقه نور هتاكل السندوتش. لقيت عايزه ملح، رحت زودت لها شويه ملح. كده ايه، هناخدها ايه، هناخدها على الرخامه عشان نعمل السندوتش بتاعنا. طبعا عملت سلطه خضراء، عملتها بايه، خيارايه، طماطمايه، بصلايه حمراء، حطيت شويه سمان، شويه ملح، والليمونه اللي قدامكم دي. بس هي دي السلطه بتاعتي، وادي الكبده بتاعتي، وادي الطحينه اللي احنا عملناها. بس هجيب بقى العيش اهوت، العيش ابو شلم العادي دوت اللي هو بتاع البطاقه، هعمله كده. وطبعا هي كانت محتاجه واحده، حاجه واحده بس بالنسبه لي انا، الكبده دي كانت محتاجه جرجير، انا بحبها بصراحه، بيكون تحت الساندوتش جرجير، واللي بيحب الجرجير يقول انا بحب الجرجير مع الكبده كده. وهحط ايه، رشه ايه، رشه طحينه عليها، ادي كده الساندوتش دوت اللي هو ايه، بيظبط الدماغ. وطبعا اديها بقى عصرة ليمونة، ويا سيدي انسي بقى، اتفضلوا معايا، ايه رأيكم السندوتش ده لوز العنب؟ انا بحب الكبدة كده، ولا على مكرونة ولا على اي حاجة، هي دي الكبدة بتاعتي. بس ايه، عايزة عودين جرجير، لو حد عنده عودين جرجير يبعتلي، ايه رأيكم، محتاجة لايك ولا لأ؟ طبعا الفيديو بتاعنا خفيف وظريف، وطبعا ايه يعني، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك حلو وشير واشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.